يجسد الشاب العراقي ياسر من خلال مجسمات يقوم بتشكيلها، وهو ابن مدينة الديوانية. يجسد ياسر ما يحصل في العراق من عنف وتدهور أمني أدى إلى دمار البلاد، والتدهور الأمني والظروف المأساوية للعراق هي ما دفعته إلى إيصال رسالته الفنية رغم ما تعرض له من معارضة، خصوصا وأن مجتمعه القبلي يرفض مثل هكذا فنون. تقريرنا التالي يسلط الضوء على إبداعات هذا الشاب. سبب الانفجارات وسبب الوضع اللي نعيشه حاليا، اشوف الظروف هاي كلها مأساة وهالبلد وهذا، فبديت افكر بهالاشياء، بديت اوصل رسالة للأفكار هاي. ماكو في الاهتمام بالنسبة لي، فحاول أطور عن نفسي، يعني أشتغل، حاولت أشتغل عدة أعمال وماكو كل نتيجة ماكو، فبديت أشتغل أعمال صغيرة، حاول هاي أوصل رسالة بيها فقط. العقبات اللي كنت أواجهها تقريباً بالكلية، الأساتذة تقريباً يعني يجي يحكي قدامي شكل وينفذ هذا الشكل، بس أنت تقريباً دكتور واحد فقط كان يحاول يطورني، يعطاني معلومات كثيرة. أشوف المجتمع أكثر شيء يحب الواقعي اللي هو البوتريهات أو أي شيء واقعي يحب، لأن الأشياء التجريدية والسريعة أو غير مدرسة أو غير اتجاه المجتمع ما يعرف هذا شنو، إذا كان شنو فد شيء بسيط، فد شيء يعني فد شيء عبثي، هو وطبعا فد شيء عبثي تجريدي أي شيء يعني.